كان إذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. كان إذا هب من الليل كبر الله عشرا وحمد الله عشرا وقال سبحان الله وبحمده عشرا وقال سبحان الملك القدوس عشرا واستغفر الله عشرا وهلل عشرا وقال اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرا ثم يستفتح الصلاة. طبعا في ذكر باللسان وفي ذكر بالقلب وفي ذكر يجمع بينهما. أكمل ذكر أن تذكره بلسانك وبقلبك معا. وكان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إن هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. مرة استيقظ من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني في ملاحظة أن هذه الأذكار المسلمون حينما رددوها وأكثروا منها ولم يكونوا في مستواها كأنهم فرغوها من معناها، فصارت كلاما قد لا يعني شيئا. وهذه من آفات الدين أن يفرغ من مضمونه، من آفات الدين أن يصبح شكل، كلمات تردد، حركات تؤدى. أما حينما نجدد الدين نعطي هذه الأذكار حجمها، نعطيها مضمونها، نعطيها شحنتها الانفعالية، نعطيها يعني أبعادها الصحيحة. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا استيقظ يتلو قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. من أذكاره صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ذكرت سابقا أن هناك اختلاف طبيعي هو اختلاف نقص المعلومات، فالمعلومات الواضحة تحسم هذا الخلاف. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين، هذا خلاف اختلاف طبيعي أساسه نقص المعلومات، يأتي الوحي فيحسن. وهناك هذا اختلاف طبيعي، في عنا اختلاف مذموم، اختلاف الحسد والغيرة والبغي والعدوان. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هل المسلمون إله واحد، نبي واحد، كتاب واحد، السنة واحدة، متمزقون مختلفون
لماذا؟ اختلاف مصالح، اختلاف بغي، اختلاف حسد. الخلاف الثاني مذموم، الخلاف الثالث محمود، اختلاف التنافس. فهذا الدعاء يقول عليه الصلاة والسلام: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. من الحق ونحن في دائرة الحق، يا ترى أذكر الله أم أصلي أم أتفكر أم أنفق مالي أم أذهب إلى المسجد، ماذا أفعل؟ في رغبة بالقرب من الله، وكل إنسان يرى أنه العمل يقربه أكثر، فصار في اختلاف، اختلاف تنافس، هذا الاختلاف محمود. هذا في استيقاظه وصلاته وقيام الليل، خرج من بيته: اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. خرج من بيته مرة قال: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقال له: هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. إذا إنسان خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت. أنت الآن طالع من بيتك في حفظ الله، التقيت بشخص له وظيفة مرموقة، قال لي: أنا إذا ما بصلي قيام الليل وبصلي الفجر بجماعة وبذكر الله حتى طلوع الشمس، بخاف أطلع من بيتي، في عندي مطب، في عندي مشكلة. أما إذا كان ذكرت الله بحس حالي محصن، بحس حالي في ظل الله، في عناية الله. نعم، كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى صلاة الفجر كما أنتم تفعلون كل يوم يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل في خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، واجعل من تحتي نورا، اللهم أعظم لي نورا. وما خرج، كان عليه الصلاة والسلام يقول: ما خرج رجل من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي هذا إليك، فإني لم أخرج بطرا ولا أشرا ولا رياء ولا سمعة، وإنما خرجت اتقاء صفك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلا وكل الله به 70,000 ملك يستغفرون له، وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته. دخل المسجد يقول: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. دخل المسجد مرة، كان عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وكان إذا أصبح النهار يقول: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وكان يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا قال: أمسينا وأمسى الملك لله. لاحظين مع الله دائما في كل حركاته وسكناته. وكان مرة
يقول إذا أصبح: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه ومالكه، أشهد أنه لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال لأحد أصحابه: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. والحديث صحيح. وما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل يوم: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات إلا لم يضره شيء. وقال النبي الكريم لبعض بناته: قولي يا بنيتي حين تصبحين: سبحان الله وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإنه من قالهن حين يصبح حفظ حتى يمسي، ومن قالهن حين يمسي حفظ حتى يصبح. يعني إذا إنسان تذكر يدعي معناها مع الله. الحياة كلها هموم وكلها متاعب وكلها مقلقات. فالنبي رأى رجل من الأنصار كئيب، قال له: ما لي أراك كئيبا؟ قال له: في علي يدين. قال له: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. من قالها أذهب الله همه ودينه. قال مرة لابنته فاطمة: يا بنيتي، ماذا يمنعك أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت؟ يا حي يا قيوم، بك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. والله بتمنى أن الإنسان الأدعية يقرأها حتى يحفظها غيبا ويجعل ورد الدائم. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل شكى إليه إصابة الآفات، قال له: قل إذا أصبحت بسم الله على نفسي وأهلي ومالي، فإنه لا يذهب عليك شيء. وإنسان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هي جوامع الكلم. ومن قال حينما يصبح ويمسي: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، كفاه الله ما أهمه، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها حين يمسي موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. وفي المسند أنه صلى الله عليه وسلم علم زيد بن ثابت وأمره أن يتعاهد به أهله كل صباح: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير بين يديك، ونحن بك وإليك، اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يديك، ذلك كله ما شئت كان، وما لم تشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بك، إنك على كل شيء قدير، اللهم ما صليت من صلاة فعلى من صليت، وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم يا فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا بأني أشهد أنه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك،
لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير، وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك الحق ولقاءك الحق والساعة حق، وأنك تبعث من في القبور، وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يعني بصراحة أن الإنسان ما بيقدر ينتقل فجأة من عدم الدعاء إلى الدعاء، لكن يجب أن يوطن نفسه أنه كل ما تحرك يدعي الله عز وجل. ما بهم تحفظهم، إذا حفظتهم أكمل، لكن بهم تكون مع الله. طلعت من البيت نسيت الدعاء، يا رب احفظني، يا رب عليك توكل. يعني مو شرط أكون إذا ما حفظت تلغي الدعاء، إذا كان ما حفظت بأي موقف اختر دعاء يناسب هذا الموقف. دخلت للجامع، يا رب افتح لي أبواب رحمتك، خرجت منه افتح لي أبواب فضلك، طلعت من البيت أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أجهل أو يجهل علي. فهو الدعاء صلاة. وأكمل آية الذين هم على صلاتهم دائمون بالدعاء، يعني على اتصال بالله دائم عن طريق الدعاء. والحمد لله رب العالمين.